عن أبي بصيره قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء. من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف.